السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي أوروبا تقدمت إمتى وإزاي؟ أوروبا تقدمت مع النهضة الصناعية. إذن الصناعة يعني لما الصناعة لما بيقولوا عن نفسهم إن هم قاطرة للنمو والتقدم، ده مش مبالغة. كلمة قاطرة النمو الكل بيدعيها، الطرق بتدعيها، النقل بيدعيها، الزراعة بتدعيها، السياحة بتدعيها، الاتصالات بتدعيها، وهم أكيد شركاء في ده، لكن بتكون عادة في قاطرة واحدة. وشفناها في العالم كله، شفنا أوروبا، شفنا كوريا، شفنا الصين، اعتمدت في التقدم الكبير قوي على الصناعة. صناعة بدون تجارة ملهاش لازمة، هتصنع وهتكدس في مخزنك ومش هتعرف تصرف بضايعك. أسواق زي أسواقنا محتاجة أنها يعاد تنظيمها. بطبيعة الحال احنا محتاجين مثل هذا التنظيم للتجارة ومثل هذا الدعم للصناعة. عشان كده عندنا وزير متميز للتجارة والصناعة في هذه المرحلة، اسمه المهندس طارق أبيل. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك يا أستاذ أسامة. معالي الوزير، يعني قبل ما نتكلم في تفاصيل كتير، هنتكلم بصراحة ونقول الوضع الاقتصادي في مصر شكله إيه؟ أنت بادي من الآخر يعني. من الآخر. بص، طبعا عامة الوضع الاقتصادي العالمي في ركود وفي مشاكل كتير، والدليل على كده طبعا تخفيض العملة في الصين وفي كذا بلد. احنا في مصر الوضع الاقتصادي، يعني انا عايز اقول لك ان احنا في عنق زجاج. لما نيجي نبص لعجز الموازنة، عجز الموازنة انخفض من 12.2 لحوالي 11.5، ولكن المتوسط العالمي احنا بنتكلم على 5%، فاحنا لسه اعلى من المتوسط العالمي بكتير. الاحتياطي النقدي نزل لحوالي 16.4 مليار دولار. الدين العام ارتفع من يونيو 2010 كان حوالي 600 مليار، وصل دلوقتي لحوالي 1.9 تريليون، زائد الدين الخارجي حوالي 47 مليار. فاتورة الدعم والأجور زادت برقم كبير قوي. نيجي نبص للدعم، زاد من حوالي يمكن 90 مليار إلى حوالي 150. الأجور زادت من 88 إلى أكثر من 230 مليار. الكلام ده كله محصلته إيه؟ محصلته أنه بقى حوالي 75% من الموازنة العامة رايح إلى الأجور والدعم وفوائد الدين، بيسيب لك حوالي 25% من الموازنة على التنمية ومطالب المواطنين الملح. طبعا الكلام ده لازم نكون صراحة فيه، ولازم نبقى عارفين ان احنا في عنق زجاجة، لانه كل القرارات والحكومة طبعا بتعمل على كل حاجة من اللي انا قلتها دي. القرارات اللي احنا بناخدها لازم هتكون جاية من هذا التوجه، لازم نبقى احنا عارفين ان عندنا ان احنا في عنق زجاجة وعايزين نطلع منها. هل نطلع؟ هنطلع، وكنا فيها قبل كده وطلعنا يمكن احسن منها. مش عايزه يمكن اظلمها شويه من الاول، احنا النهارده برضو لما نيجي نبص على الناحيه الايجابيه، احنا الجي دي بي او النمو الناتج المحلي بيزيد بحوالي 4.2، عايزين نوصل لحوالي 5%، وده يعتبر نمو كويس قوي لدوله ناميه زينا. كل مشاريع 4.2، بس البنك الدولي لسه امبارح بيقول ارقام اقل من كده، 3.5 تقريبا. الاخر ارقام اللي عندي حوالي 4.2، ممكن بس يعني الارقام الرسميه اللي طالعه من مصر. كل مشاريع البنيه التحتيه اللي احنا بنتكلم عليها هتبتدي تؤتي ثمارها. بنتكلم على 4000 كيلومتر من الطرق، بنتكلم على محور قناه السويس اللي بنشتغل فيه، بنتكلم على تجديد المواني، بنتكلم على 3 مدن، بنتكلم على 1.5 مليون فدان. دي كلها مشاريع حيويه هتبتدي تبان نتائجها في الناتج المحلي وفي النمو على المدى القصير، زائد اكتشاف الغاز اللي هيبتدي ان شاء الله في اواخر 2016. كل الحاجات دي ان شاء الله هتساعدنا ان احنا نطلع ونطلع احسن من ما دخلنا. طب عندنا استثمارات؟ ما نقدرش نقول ما عندناش استثمارات، وعندنا جرأة في الدخول في مشروعات كبيرة، بس ما عندناش انتاج، ما عندناش حاجة بتنتج. امتى نرجع تاني ننتج
زي ما كنا بننتج، وامتى نبقى احسن انتاجا مما كنا قبل كده. اكيد مش عايزين نرجع ل 2010، عايزين نرجع ل 2020 ان شاء الله. بص يعني طبعا ما نقدرش نقول ما عندناش انتاج، لكن عندنا فرص كبيره قوي ان احنا ننمي. يعني لما نيجي نبص للصناعه، انت كنت بتقول في المقدمه الصناعه قاطره، وهي فعلا هي قاطره الاقتصاد، لانه صناعه اكبر مؤثر على الناتج المحلي من حوالي 17.7 اللي احنا بنحاول نوصله، نوصل لحوالي 22-23% من الناتج المحلي على 2020. ففي انتاج، وفي انتاج وهو المؤثر في نمو الاقتصاد اللي احنا بنشوفه النهارده. يمكن الدول المتقدمه اغلبها في اقل من 1% واحيانا بالناقص. اللي احنا بنحاول نشتغل عليه طبعا زياده هذا الانتاج زي ما تفضلت، زائد زياده القيمه المضافه اللي هي بتخلي الانتاج بتاعك من ناحيه الفاليو او القيمه اكتر من الكميه. يعود على الناس بشكل اكتر. يعود على الناس، يعود على الاقتصاد في التصدير، بيفرق كتير قوي. هو احنا بنصدر لسه؟ نصدر طبعا. يعني انخفضت صدراتنا جدا. طبعا انخفضت. يعني صدراتنا خلينا نقول غير البتروليه. صدراتنا الغير بتروليه انخفضت. انخفضت يعني السنه اللي فاتت كان حوالي 22 مليار، السنه دي بنتكلم ممكن نقفل في حدود 19. ليه؟ اسباب عديده. منها البتروليه. يعني منها مثلا احنا جالنا فتره مصانع كتيره جدا كانت واقفه بسبب عدم وجود غاز. دي اثرت على الصادرات الغير بتروليه بس بسبب الغاز. تأثير العملة مؤثر كبير على الصادرات، لأنه في مصانع وقفت لأنه ما كانش في تدبير للعملة. حاجة من أهم من النقط دي كمان العملة المصرية. احنا لما نيجي نبص النهاردة الاتحاد الأوروبي يمكن أكبر سوق لنا، للسوق المصري من ناحية التصدير. النهاردة العملة المصرية جنيه المصري زاد بحوالي 32% على اليورو، فبقت قيمة منتجك أغلى ب 32%. ما انعكسش ده على ما نستورده من أوروبا؟ ما شفناش الحاجات الأوروبية سعرها انخفض؟ لا ما انخفضتش. بس الحاجة التانية، النقطة التانية كمان اللي أنا أقول لك، مديت بص للدول اللي حواليك اللي بتنافسك، بلد زي مثلا تركيا مثلا على سبيل المثال عملتها انخفضت حوالي 30%. فأنت بتتكلم على بقت يمكن 65 أو 62% فرق في العملة. ده برضو جزء كبير جدا مؤثر على الصادرات المصرية. فيمكن السنة اللي فاتت حصلت مشاكل كتير قوي، مشاكل طاقة، مشاكل دولار، مشاكل عدم انخفاض العملة، في حين أن الدول التانية مش عدم انخفاض بس، لا ده العملة زادت بالنسبة لليورو، والدول التانية عملتها انخفضت. فعندك إلى حد ما عيب نسبي. فاكر كان في كده خناقه ظريفه بيني وبين المهندس شريف مغربي، كان رئيس جمعيه المصدرين في يمكن 2006-2007 في التلفزيون المصري، وكان بيقول لي لازم الدولار يوصل لخمسة جنيه، لو الدولار وصل لخمسة جنيه صادراتنا هتنطلق الى السماء. وكان ساعتها كام؟ كان ساعتها 43. يعني حضرتك متذكر 43 2004 يمكن في الفتره دي، ولازم نوصل لخمسة جنيه. النهاردة احنا خابطين في الثمانية جنيه تقريبا بالسعر الرسمي، ولكن صادراتنا لم تنطلق كالصاروخ في اي لحظة من اللحظات. طبعا انا مش عارف اتواصل معاه، بس حضرتك ممكن ترد نيابة عنه كراجل مصدر. هو المفروض لو هو مصدر يبقى عايز العملة تنخفض وليس تزيد، عشان يبقى عنده ميزة في التصدير. لانه حتى لما العملة بتنخفض انت المواد الخام بتجيبها بسعر اعلى، بس المواد الخام انت دايما عندك قيمه مضافه على حسب الصناعه بيتراوح من 40-80%. فحتى نسبه المواد الخام اللي انت بتجيبها المحصله النهائيه انت هتكون بلس، يعني هتكون افضل للتصدير لو العمله انخفضت. عشان كده خمسه بقينا 8 ومفيش حاجه، يعني كنا 3 وقتها ولا 43 بقينا 8 اهو دلوقتي، ومش حاسين يعني ان ده عاد على الصادرات بشيء. والله هو عاد، بس دايما في لاج. يعني انت بتتكلم مثلا اعلى سنه للصادرات كان 2013، اعلى سنه في تاريخ مصر يعني في 2013 النص الاولاني ولا الثاني؟ ايه السنه كله يعني. فاحنا لما نيجي نبص على دي لا زادت، بس زي ما بقول لك بعد كده حصلت عندك مشاكل عديده، مشاكل وقف انتاج بسبب الطاقه وكل المشاكل اللي انا ذكرتها. يعني هل هنرجع؟ ان شاء الله هنرجع.
طيب عندنا مشكله موجوده اسمها الاراضي الصناعيه المرفقه. مظبوط. دي مشكله وكان قاعد بيشتكي منها هنا على الهواء وبيقول ان في بعض الحلول، المهندس محمد زكي السويدي، ان في بعض الحلول لهذا الاتجاه. ايه مدى جديه هذه الحلول اللي موجوده؟ هي المشكله نبدا بالاراضي الصناعيه، مش حتى مش بالضروره المرفقه. الـ يعني لما نبص على منظومه الاراضي الصناعيه وهدخل معها حاجه تانية، الاراضي الصناعيه عندك المشكله عباره عن شقين، شق عدم وجود اراضي صناعيه مبدئيا. عندنا اراضي كتير يعني، عندنا اراضي كتير طبعا، بس هي ترفقها هو ده التكلفه. يعني انت عندك اراضي كتير طبعا، عندنا مصر كلها اراضي، احنا على حوالي 7% من المساحه. اللي احنا بنحاول نعمله الاسراع في عمليه الترفيق وطرح الاراضي على اسرع ما يمكن. في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا احنا طرحنا حوالي 700 قطعه ارض. النهارده في الجرنان طرحنا منطقه صناعيه جديده في المنيا بمساحه 5 مليون متر. دي هتكون مخصصه للصناعات البناء، سواء اسمنت كالسيوم، كربونات كالسيوم، كل الحاجات دي. يعني في رخص اسمنت جديده يعني. ممكن نتكلم يعني، هتنزل ان شاء الله قريب. بنشتغل على منطقه صناعيه في قويسنا، دي يمكن اسرع حاجه بنحاول نشتغل فيها بسرعه، وهيبتدي ترفيق مناطق في العاشر في فبراير ان شاء الله. قويسنا مخصصه لحاجه معينه والعاشر حاجه معينه ولا عامه؟ قويسنا فيها صناعات غذائيه وفيها صناعات كيماويه وهندسيه على حسب كل منطقه. احنا بنحاول نعمل خريطه صناعيه لكل منطقه. فاحنا قعدنا فتره كبيره، يمكن بسبب التمويل او باسباب عديده، ما كانش في اراضي كافيه، وده ادى الى سعرها. ففي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله هنشتغل اسرع على استعمال موردنا الذاتيه، وزائد استعمال في بعض المناطق مطور صناعي بس بضوابط مختلفة عن اللي كانت شغالة قبل كده. الضوابط اللي كانت قبل كده كانت مش ناجحة، ما حققتش نفس اللي كان مرجو منها. بعض الضوابط اللي كانت قبل كده أدت إلى زيادة أسعار الأراضي بشكل غير عادي. طبعا ما أقدرش ألوم المطورين فقط، إحنا جزء من المشكلة العملية عرض وطلب، فلما بيبقى العرض قليل لازم السعر هيزيد. زائد إن العقد مع المطورين الصناعيين، احنا بنحسب تكلفه الارض، بنحسب له تكلفه ربحه، لان الراجل بيستثمر في ترفيق هذه المنطقه وتجهيزها، وكمان بيعمل تسويق الى المنطقه. ولكن كان في جزء في العقد انه لو سعر الارض زاد، يعني نفترض جدلا قلنا له هيبيع للمستثمر بحوالي 300 جنيه، لو السعر وصل ل 1000 جنيه بيرجع لهيئه التنميه الصناعيه وبيقول له انا عايز اعمل ب 1000 جنيه، وبيقسم الفرق اللي هو 700 جنيه له والهيئه التنميه الصناعيه. فدي فالكل كسبان ما عدا المستثمر الصناعي. ودي يعني انا وقفتها تماما، لانه زي ما بقول لك هدفنا ان احنا نوفر الارض، يعني الاساس الصناعه المفروض الارض تبقى ببلاش. نعم. لكن احنا النهارده بسبب الظروف الاقتصاديه ما نقدرش نعمل هذا الكلام، لان احنا بنصرف فلوس كتير على البنيه التحتيه وعلى ترفيق هذه المناطق. يعني هل المستثمر الصناعي هيدفع ثمن البنيه التحتيه فقط، ولا هيدفع ثمن البنيه التحتيه والارض ايضا؟ يعني النهارده التسعير مبني على انا هتكلف كام في الترفيق، ولا هيبقى شامل ايضا قيمه للارض؟ هيبقى شامل قيمه للارض، ولكن مش هيبقى زي قبل كده، يعني مش هيكون فيها داخل سعر السوق. انا قيمه الارض اللي عندي تبقى مثلا نفترض جدلا ب 100 جنيه او 120 جنيه زائد سعر الترفيق لو انا اللي بعملها. فاحنا بنحاول على قدر الامكان ان السعر يكون اقل ما يمكن، عشان ما الكلام ده كله بيبقى داخل في تكلفه الصناعه. وزائد احنا بنفكر كمان في اتجاه تاني، وانا عارف ان في بعض الصناع ما هماش حابين هذا الاتجاه، انه الارض ما تبقاش بالبيع، الارض تبقى حق انتفاع. حق انتفاع. مشكلتهم كانت ايه؟ مشكله انه الراجل بياخد الارض وبعدين بيروح البنك ياخد عليه قرض ويبتدي يبني مصنع. فانا اتكلمت مع البنوك، والبنوك ما عندهاش اي مشكله ان هي تدي القرض بتاعها على تكلفه المشروع كله وليس على الارض، فبالتالي الفلوس اللي هو كان هيحطها في الارض يقدر يحطها في المشروع نفسه، من ناحيه الهنجر، من ناحيه المكن، من ناحيه كل شيء. بس احنا عارفين ان البنوك ده مش اتجاهها، يعني البنوك ما بتلعبش اللعبه دي. بص، انا كل اجتماعاتي مع البنك المركزي والبنوك المصريه الحقيقه شفت مسانده
غير عادية على الاتجاهات اللي احنا ماشيين فيه. مساندة أي كلام ولا مساندة فعل؟ لا مساندة فعل. يعني شفت الفعل على الأرض تنفذ؟ البنوك وافقت على مشروعات بدراسات جدوى فدت فيها قروض بفوائد. هدي لك مثال صغير. هدي لك مثال صغير يعني احنا بدأنا فيه اوريدي. المصانع المتأثرة. المصانع المتأثرة يمكن خدت حجم أكبر شوية في الإعلام عن حجمها. أي بلد في الدنيا لازم يكون فيها مصانع متأثرة. بس دول 4000 مصنع. ما هي بقى الأرقام دي 4000 1000. احنا عملنا كذا إعلان من مركز تحديث الصناعة اللي تقدم 871 مصنع. بعد كده بندرس هذه المصانع حالتها ايه، لانه في بعض المصانع اللي لقيناها جاية مش متعثرة بس عايزة تمويل كويس. في مصانع متعثرة فعليا، في مصانع عندها قضايا، في مصانع البزنس موديل نفسه المشروع نفسه ما ينفعش، يعني حتى لو حطيت فيه فلوس لن ينجح تركيبة رأس المال والتسويق بتاعها وفكرة المشروع نفسها غير ناجحة. فلما فلترنا الكلام ده كله ليس على حوالي 135 مصنع. النهاردة 14 منهم أخذوا تمويل من البنك الأهلي، فده واقع فعلا. احنا بندرس هذه الملفات مع الصناع، بنروح معهم للبنك الأهلي والبنك الأهلي بيديهم تمويل. حاجة تانية من الحاجات اللي المفروض هيعلن عنها محافظ البنك المركزي، قروض للصناعات الصغيرة المتوسطة بتبدأ من 5 إلى 10%. دي كلها خطوات. ايه تعريف الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ بنعرفها بنسبة البيع، يعني مثلا المصانع الصغيرة لغاية 10 مليون، من 10 إلى 50 دي المتوسط، أكتر من كده بيعتبر كبير. 50 مليون ده رأس المال؟ لا، اللي هو نسبة البيع بتاعه أو الريفينيو يعني. طيب يعني دخله يكون لحد 50 مليون، ده متوسط. ده اللي هو بيكون المتوسط. أقل من 10 مليون ده اللي بيكون صناعات صغيرة. صناعات مزبوط. صغيرة. طيب هقول لحضرتك بعض الرسائل اللي جاية لنا هنا. عادل حسين، إيه أخبار المصانع اللي أغلقت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتم تسريح العمال وكانت هناك استغاثات منهم على صفحات الجرائد؟ هل دول من الناس اللي تم التعامل مع قضيتهم مع حلول مشكلات الطاقة لم تم بالفعل تسريح العمال؟ ده جزء منهم داخل في المصانع المتعثرة، وجزء منهم حاليا في المصانع الكبيرة وبيشكو، وبالذات المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة زي الحديد والصلب وزي الأسمدة وزي الأسمنت. الأسمنت اتحل لأن احنا رايحين إلى الفحم كطاقة بديلة، فهيبعدوا عن الغاز خالص. بس النهاردة المشكلة مشكلة سعر الغاز. يعني الناس لما بتيجي تقول احنا مثلا في بعض المصانع بيتراوح الحديد مثلا بياخد ب7.5 دولار، الاسمده بتاخد ب4.5 دولار، لما نيجي نبص على السعر العالمي 3 دولار، بس هاته هنا هيكلف كام؟ يعني النهارده احنا فتحنا انه لو انت شركه عايز تجيب غاز لنفسك هات غاز من بره، بس على بال ما بتجيبه والمراكب والتسييل واعاده ضخه في الشبكه بياخد بس بيرتفع السعر بيوصل من 8 لـ 9. فإلى أن إن شاء الله يعني يبتدي نشوف الإنتاج بتاع الحقول الجديدة، الحقول الجديدة السعر طبعا صعب جدا النزول في هذه المرحلة، مع أخذا في الاعتبار كل اللي أنا قلته بالنسبة لعجز الموازنة وبالنسبة للدعم. أيمن، في العالم انخفض سعر الغذاء، هل استفادت مصر منه؟ ومتى تغزو مصر أسواق الخليج بقوة لتكون بديلا عن السلع التركية التي تسيطر عليها؟ الانخفاض الاسعار العالميه للغذاء طبعا ساعدنا، يعني احنا بنستورد، احنا من الدول المستورده اكتر من المصدره للغذاء، فده ساعدنا سواء من القمح او من الذره او من المنتجات الاساسيه، وساعد تصديرنا، يعني الحصيلات الزراعيه زايده. النهارده لما نيجي نبص مثلا تصديرنا للسعوديه والامارات بالذات، الحصيلات الزراعية زايدة بحوالي 10 لـ 15%. تصديرنا زاد لروسيا في بعض المنتجات زي البطاطس وزي الموالح. فالمنتجات الزراعية إلى حد كبير ماشية كويسة. بتاع السوبر ماركت قال لنا إن البطاطس اللي بنصدرها بتبقى ما فيهاش أي مواد كيميائية عشان في اشتراطات. قال البطاطس اللي موجودة في مصر في السوبر ماركت في الأسواق في ده
مرشوشة فورمالين عشان خاطر تحافظ على نفسها. ايه مدى صحة هذه المعلومة؟ بص نمرة واحد يسأل في ذلك وزير الزراعة. نمرة اتنين، ما ده احنا بنتكلم على البطاطس مش اللي بتزرع، احنا بنتكلم على البطاطس المتداولة في التجارة، اللي اتزرعت زرع. لا ما دي هو يقعد جوه السوبر ماركت. يسأل في ذلك وزير التمويل. لأن دي تجارة داخلية. بس بغض النظر عن كده أنا هقول لك حاجة. أنا في حياتي السابقة كان في جزء من الشغل اللي أنا بشتغل فيه زراعة بطاطس. لا ما طبعا ما كانش بيستعمل فيه أي مواد كيميائية بأي حل. مش بزرع، هم بيتكلموا عشان تحفظ في الثلاجات، عشان تحفظ. لا هي بتحفظ في الثلاجة، مش محتاجة أي كيماويات عشان تحفظ في الثلاجة. يعني البطاطس اللي بتطلع بتحط في الثلاجات، الثلاجة تبريد على درجة حرارة معينة، بعد كده بتروح للسوق. مش يعني دي معلوماتي يعني الشخصية. نتخانق مع السوبر ماركت يعني. غالبا اه. محمد الشبيني، منظومة دعم الصادرات متوقفة من 1/7/2014 وحتى الآن، متى يتم استئناف العمل بالمنظومة مرة أخرى؟ منظومة تنمية الصادرات مش دعم الصادرات. مش دعم الصادرات. تنمية الصادرات. دعم الصادرات ده غير قانوني بالقانون العالمي. عالميا منظومة تنمية الصادرات هي متوقفة وهتبدأ تاني. احنا في خلال الست اشهر اللي فاتوا صرفنا حوالي 1,500,000,000، السنة اللي فاتت يعني 1,500,000,000، وده جزء لسه كان من القديم. انت عارف احنا رفعنا الدعم او رفعنا المبلغ المخصص لهذا النظام من 2.6 ل 3.7 مليار جنيه. صرفنا كل المتبقي لغايه اخر 2014، وفي خلال اسبوع هنبتدي تاني الصرف المبلغ الجديد. كرم باري، محافظة كفر الشيخ فيها مصنعين، مصنع زيوت والصابون ومصنع غزل تابع لشركة المحلة، أغلقوا تماما، وهذه المصنعين كان يعمل بها آلاف العمال بثلاث ورديات. البطالة في كفر الشيخ وصلت أكثر من 40%. هي مصانع إيه؟ يعني مصنع زيوت والصابون واضح إن شكلها كده قطاع عام، يعني بالمنظر ده لأنها تبع شركة المحلة تبقى أكيد قطاع عام. زيوت والصابون دي قطاع عام. بس طبعا انا ما عنديش فكره هل هي ده جزء من خطه الشركه انها تقفل المصنع وتزود الكاباسيتي في حاجه تانية، يعني ما عنديش الحقيقه فكره عنه. بيقولوا ارض مصنع الغزل باعوها واتعمل عليها ابراج سكنيه والعمال قعدوهم في البيت. ممكن اتحقق من كده مع وزير الاستثمار. يعني عندنا تقليد اننا يعني الحاجات اللي بتكون يعني اجاباتها محتاجه الرجوع الى طرف اخر احنا بناخد من حضرتك خلال الاسبوع الاجابات، لان دي تبع وزاره الاستثمار. يعني دي قطاع الاعمال دي تابع لوزاره الاستثمار، وفي حاجات منها تابع لوزاره التموين. ليلى جوهر، اوجه التحيه لمعالي الوزير على خطوه منع استيراد بعض السلع، فكيف يجوز استيراد السلع التي يوجد بها فائض في السوق المحلي؟ معنى ذلك اننا ندعم المصانع والمنتجات في تلك الدول ولا ندعمها في بلدنا. عندي اقتراح الوزير ان تقوم الدوله باقامه معارض في الدول لتسويق المنتجات المصريه بعد دراسه احتياجات السوق والسلع المنافسه، وكمثال منتجات الافاف. اولا يعني اشكرها على الشكر. نمره اتنين، انا ما منعتش استيراد. نمره ثلاثه، احنا بنعمل طبعا معارض خارجيه في دول عديده سواء في افريقيا وفي اوروبا وفي وروسيا. لسه بنعمل معرض عملنا في السعودية. المعارض الخارجية هدفها، ودي طبعا ما هيش مربحة، لكن هي دي هدفها التسويق للمنتجات المصرية. في أحيانا معارض متخصصة للأساس مثلا أو للمنتجات الزراعية، زي مثلا هيتعمل واحد في هانوفر قريب أوي، واحد من أكبر المعارض العالمية، ودي دايما احنا بنشارك فيها كنوع من التسويق للمنتجات المصرية. بتعملوا ايه بقى في المعارض اللي بتتعمل جوه مصر؟ ايه الجديد في المعارض؟ بص يا سيدي، احنا حاليا مش شغالين بالنظام الصح للمعارض لاسباب عديده. نمره واحد، زي ما انت عارف انه ارض المعارض كانت الكبيره دي دلوقتي ما فيهاش تقريبا حاجه، يعني كانت تهدد كلها، وحصل حريق في قاعه المؤتمرات وفي جزء من صالة المعارض. احنا حاليا عندنا 5 صالات ان شاء الله كنا وقفناها لمدة يمكن شهر، بحيث نعمل كل الاشتراطات للدفاع المدني عشان نأمن الناس، وان شاء الله هتطلع في خلال اسبوع. الاتجاه انا ببص له اتجاهين بالنسبة للمعارض. ليه احنا ما بنعملش نمرة واحد هذه المعارض بالشكل الصح؟ لان احنا
الاسلوب الصح للمعارض ان انا اشوف ايه الاهداف بتاعتي للصناعات اللي انا عايز اعرض عليها، وانا اللي ابتدي اجيب هذه الصناعات، وانا اللي اخد المبادئه ان انا اعمل المعارض. احنا حاليا بنشتغل، انت واحد عايز تأجر مكان بنأجر لك المكان، دي مش ده سياسة المعارض. فالموضوع كله ببصله على شقين، شق واحد ان احنا نبتدي نستعين بالقطاع الخاص، يعني القطاع الخاص في السايز ده من المعارض هيكون افضل من الحكومة، واحنا عندنا الكوادر اللي ممكن تساعد هذا القطاع الخاص من ان هو يقدر يعمل معارض بشكل صح. مين عنده كوادر في الوزارة؟ في جزء من الكوادر في هيئة المعارض. نعم. العدد طبعا اكبر من اللي هيحتاجه اي واحد في القطاع الخاص، دي احنا هنتولاها، دي ما فيش مشكله فيها يعني. هو كام واحد بيشتغلوا في هيئه المعارض فنان؟ اكتر من 1100 يمكن. 1100 مش كتير يعني، مش زي التلفزيون يعني 50000 ولا 40000 ولا زي مصر الطيران 28000. لا يعني 1100 مقدور عليهم يعني. بس هي معارض يعني برضه. تمام. الحاجه الثانيه وده الهدف بقى الاكبر اللي ان شاء الله في ديزاين معمول من واحده من اكبر الديزاينرز للمعارض، هيتعمل ان شاء الله في العاصمه الاداريه الجديده، ده هيكلف حوالي 600 مليون. ده هيبقى بقى دولة. ده هيبقى حاجه معارض بالشكل الصح. ده اللي احنا بنركز فيه، ازاي هنديره وازاي هنبتدي نقيم صناعه للمعارض. زائد المعارض مش مفروض تكون بس في حته واحده في القاهره او في القاهره الجديده، لا بنبتدي نشوف ازاي نقدر ننشئ معارض في الاسكندريه، في الاسماعيليه، في شرم الشيخ، ما ينفعش تبقى مركزه في حته. احنا عندنا حتى القاهره نفسها كبيره قوي على انها يبقى فيها في اتجاه واحد، يعني محتاجه في اتجاه مثلا الجيزه ان يكون في الجيزه في اكتوبر. هي في دايما اسلوب المعارض بيقول لك ان الصح ان المعارض تبقى موجوده جوه البلد المدينه، لكن طبعا العاصمه الاداريه بالنسبه لنا هتكون اوقع لان المساحه كبيره قوي نقدر نعمل فيها ديزاين اللي احنا عايزينه. تمام. حضرتك أصدرت قرار بيشترط تسجيل المصانع الخارجية المؤهلة لتصدير ما يقرب من 50 منتج تام الصنع للسوق المصري. إيه الهدف كان من هذا القرار؟ هذا القرار نمرة واحد، لما نيجي نبص للسوق المصري، السوق المصري أصبح مستباح لكل أنواع المنتجات إنها تيجي في مصر بدون أي رقابة. الهدف من هذا القرار ما هواش منع الاستيراد زي ما بعض الناس بتقول أو بعض الإعلام ما ذكر. الهدف من هذا القرار نمرة واحد حماية المستهلك المصري من المنتجات الرديئة اللي ظاهرها ممكن يبقى شكله رخيص ولكن بطنها أغلى لأن هي ما بتعيش. وحدي لك بعض الأمثلة على كده. نمرة اثنين حماية الصناعة المصرية وبالذات الصناعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتتأثر بالمنافسة الغير متكافئة نتيجة ان احنا بنحمل وبنحط اشتراطات على هذه الصناعة في حين المنتجات اللي بتيجي من بره بتيجي من مصانع صغيرة لا يعني ما بتمشيش او ما بتستعملش نفس الاشتراطات دي. التالتة حماية التجار، حماية التجار المحترمين اللي بيمشوا بالاسلوب الصح وبيجيبوا منتجاتهم من مصانع مسجله ودي بتبقى تكلفه عاليه وبيجوا هنا ينافسوا. مصانع مسجله عند مين يا فندم؟ مصانع مسجله في الدول، يعني في الدول او مصانع معروفه المصدر في هذه الدول. انا هاجي لك لسه على حته التسجيل. نمره اربعه حمايه العمله الصعبه بتاعت الدولة إنها تروح لمنتجات سيئة السمعة وتضر أو لا تفيد المستهلك المصري. فيش أي مانع إن لازم في أي بلد في الدنيا بتكون في تجارة بتكون في استيراد وما فيش أي مشكلة، لكن عايزين نتأكد إن هذه المنتجات تبقى منتجات سليمة معروفة المصدر وعليها ولها شهادات جودة. فالقرار هو بيقول إيه؟ قرار بيجي يقول أنت عايز تستورد هذه المنتجات سجل هذا المصنع، المصنع ده طبعا لازم يكون مسجل في البلد اللي هو فيه، بيجيب شهادات جوده من منظمات احنا محددين اللي هي الايلاك وعندها مكاتب وهيئات معينه بتصدر هذه الشهادات، تعال سجل هذا الكلام ده هنا واستورد زي ما انت عايز، بس انك انت
ان بعض التجار الصغيرين بيروح يجيب كونتينر ويحط فيه منتجات من كل حاجة من السوق بدون الرجوع لمصدر هذه المنتجات ومصنوعة فين ومعمولة ازاي، ده غير مقبول. يعني حضرتك النهاردة احنا عارفين ان في كثير من المصانع ما بتصدرش، هي عندها شركات تصدير مش المصنع اللي بيصدر، فازاي هسجل المصنع وانا اصلا ما بتعاملش مع المصنع، انا بتعامل مع شركة التصدير؟ شركة التصدير تجيب لك شهادة من المصنع انه ايه؟ انه ادي، ما احنا في اشتراطات في هذا القرار. المصنع لازم يكون مرخص، لازم يكون مسجل، وانه الهيئة الجودة دي بتزور المصنع وتجيب منه شهادة جودة. دي هيئة جودة عالمية؟ عالمية طبعا، زي الايزو والجماعة دول، حاجة زي كده يعني. شبه بالظبط. وبعدين يعني اللي انا برضو عايز اقوله يا استاذ اسامة، النظام ده مش بدعة، في دول كتيرة جدا بتستعمل هذه الأنظمة، وفي دول بتفتش علينا احنا، فدي ما هياش، ده اسمه تفتيق. يعني حتى احنا قلنا انه في جزء من القرار انه ان احنا ممكن من حقنا نعمل تفتيش فني، ده لا له دخل بسيادة الدولة ولا له دخل بأي حاجة زي كده. النهاردة الإمارات بدأت تسجل بعض القطاعات اللي هي شايفة ان محتاجة تسجل، السعودية بتعمل نفس الكلام ده، روسيا عملت الكلام ده، الاي يو بيعمل الكلام ده، فده شيء طبيعي، وهدفه هي انه تأكد من ان المنتجات معروفة المصدر، المصنع بتاعها مصنع صح ماشي بالاشتراطات، سواء البيئية او من ناحية الجودة، بيجيب شهادات الجودة بيسجله بيستورد زي ما انت عايز. يعني الهدف هو الحد من التصدير ولا الهدف هو الحد من تصدير المنتجات الرديئة؟ الاستيراد قصدك؟ اسف، الاستيراد، منع استيراد المنتجات الرديئة بس، مش منع الاستيراد او تقليل الاستيراد. لا، لان في سلع ملهاش بديل. يعني النهاردة مثلا لعب الاطفال، احنا ما بننتجش لعب اطفال على سبيل المثال. بننتج بس مش كتير يعني. بجد؟ اه طب هنا في مصر؟ اه لعب اطفال فن؟ اه بس يعني مش بالكم اللي بيجي. وبعدين في النهاية برضو تاني انا بقول استوري زي ما انت عايز، بس سجل لي هذه المصانع، انا لازم ابقى عارف مصدرها ايه. التسجيل ده حضرتك كثير من الناس بتستورد من الشرق الاقصى. كويس. وحضرتك اديت مهلة لغاية 28 فبراير شهرين، ولكن كل الشرق الاقصى دخل خلاص او في سبيله الى دخول الى اجازة طويلة جدا تمتد حوالي شهر ونص، اللي هي راس السنة الصينية، وكل هذه الدول دخلت في حالة السبات العميق. بس البلد بتقفل. ما بتقفلش في شهر ونص يعني. بتقفل يا فندم. لا، البلد كل المصانع بتوقف، المصانع بتتوقف حدود معلوماتي انا، المصانع تتوقف تماما، العمال في بلد زي الصين مثلا ممكن يبقوا شغالين في جوانجونج وبيسافروا بلادهم اللي على بعد آلاف الأميال، فبيبقوا المصانع فعلا حدود علمي انها فعلا بتبقى واقفة. ليه؟ لو الصين بتقفل شهر ونص كل سنة كان هيبقى نموها شكل مختلف خالص. ده حضرتك عايزين نقول نموها عامل كده رغم انها بتقفل شهر ونص، يعني هم شاطرين للدرجات دي رغم ان هم بيقفلوا شهر ونص. ممكن ابص اذا كانت بتقفل شهر ونص ولا لا. يعني انا شبه متاكد من بعض كده المظاهر اللي شفتها. هل حضرتك في هذه الحاله، الناس بتقول طب احنا مش بنقول لكم ادونا مهله سنه، ادونا مهله شهر زياده، او ادونا مهله شهر ونص زياده عشان خاطر الناس تكون رجعت، فنبتدي نطلب منهم مثل هذه الشهادات، فنبتدي نطلب منهم فتحصل دوره. تعرف حضرتك طبعا عوائق اللغة اللي موجودة وعلى ما الناس تروح وما إلى ذلك. يعني هل فجائية القرار وسرعته إن احنا في أزمة موجودة عندنا فاحنا بنحاول نواجهها، ولا هو عشان أقفل الباب على ناس ممكن تتلاعب مع القرار؟ لا، هو في رأيي القرار ده المفروض كان يتاخد من سنين عديدة، لكن الأسباب أو أخرى لم يؤخذ. الهدف مش ان احنا زي ما قلت لك، مش ان احنا نمنع، بالعكس. يمكن انا الريكومنديشن اللي كانت جايه لي كانت شهر، انا زودتها لشهرين عشان اتاكد ان كل الناس تاخد الوقت الكافي بتاعها وتسجل هذه المصانع، لانه تسجيله ما هوش حاجه صعبه جدا. واحنا انشانا وحده في هيئه الواردات والصادرات
هتبقى جاهزة إن شاء الله بعد أسبوعين، وممكن هيكون بنعمل إنه تسجيله هيبقى أونلاين. فهي حتة التسجيل ما هيش دي مشكلة كبيرة. أنا هبص على إنه زي الصين بتقفل شهر ونص، لو بتقفل شهر ونص البلد كلها بتقفل، ممكن نبص فيها تاني. شكرك يا فندم آسر فاروق. الألف مصنع وأكتر متوقفين على الإنتاج لإمتى؟ هتبقى إضافة كبيرة إن شاء الله للاقتصاد، وياريت يهتم بالمشروعات الصغيرة جدا. طبعا رسالة حضرتك يا أستاذ آسر واضح أنها اتبعتت قبل ما معالي الوزير كان يرد على هذه النقاط على وجه الخصوص، وهم طلعوا في الآخر خالص اللي تقدموا 876 مصنع، 871 مصنع. محمد رجائي مشعل، لدينا في مصر هيئة عملاقة وكيان كبير له مكاتب في كافة فروع الجمهورية ومكاتب في كل الموانئ المصرية، المهمة الأساسية له هي التحقق من مدى مطابقة المنتجات الواردة إلى مصر من كافة دول العالم، هل هي صالحة للاستخدام الآدمي أم لا؟ وتحقق في كم الشحنات المعد تصديرها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي بعد ذلك؟ ومع كل هذا هل يعقل أن تصدروا قرار بإلزام خضوع المصنع في بلد المنشأ تحت رقابة السفارة المصرية؟ هل بلد المنشأ في حاجة زي كده؟ لا، ما فيش السفارة ملهاش دخل بهذا الموضوع. أولا يعني خليني أقول لك، ما فيش بلد في الدنيا بتعمل سيطرة على كل المنتجات اللي بتخش في المواني، ده غير معقول وغير منطقي. البلاد كلها اتجهت من عدم السيطرة على الدخول إلى السيطرة على الأسواق. اللي احنا بنعمله ده يمكن خطوة أولى للاتجاه إلى السيطرة على الأسواق. فعشان انت تعمل 100% من كل شيء داخل لك، انت متخيل حجم الصناعات المختلفة وحجم المعامل اللي انت محتاجها في كل ميناء؟ استحالة. هيئة الصادرات والواردات بتعمل تشيك في حدود 20% من اللي بيخش. السفارة المصرية في هذه الاتجاه البلاد ملهاش أي دخل بهذا الكلام. احنا بنقول في منظمة دولية بتدي شهادات، بتدي هي اللي بتصرح لهيئات معينة تدي هذه شهادات الجودة. المصنع لازم يكون مسجل في البلد اللي هو فيه وعنده كل الاشتراطات الصناعية المتوافقة مع قوانين بلده، بيسجل عندنا. ده كل المطلوب. معالي الوزير، ممكن أسأل حضرتك سؤال وحضرتك ترد عليه بدون دبلوماسية؟ اتفضل. إيه رأي حضرتك في التمثيل التجاري بتاعنا؟ من غير دبلوماسية، أنا ما فيش دبلوماسية معاك من أول ما اتكلمت. بشكرك. التمثيل التجاري أولاً في ناس كويسة قوي من كل الزيارات اللي أنا شفتها، لكن اللي كان حاصل التمثيل التجاري ماشي في سكة، وهو تابع لصناعة والتجارة. الصناعة والتجارة ماشي في سكة تانية قبل كده. أنا عملت كذا حاجة يمكن مع الفريق بتاع التمثيل التجاري. نمرة واحد، الاستراتيجية بتاعت الصناعة أو التجارة الخارجية بالذات من ناحية التوجهات لازم تكون متوافقة، لازم التمثيل التجاري يمشي فيها. مثال صغير، احنا عملنا إعادة هيكلة والخلاص يعني اتوافق عليها وهتبتدي نطبقها. احنا النهارده كان عندنا مكاتب في شيكاغو، في لوس أنجلوس، في السويد، في حتت ما هياش حيوية بالنسبة لنا. فاحنا انا قفلنا مكاتب كتيرة جدا، خفضنا عدد التمثيل التجاري في بعض هذه الأماكن، وفتحنا 5 مكاتب في أفريقيا جداد فوق اللي موجودين. فتحنا في جيبوتي، فتحنا في غانا، في أوغندا، في كوت ديفوار، في كذا بلد زيادة فوق، لأن هو ده التوجه. احنا النهاردة عايزين نتوجه إلى أفريقيا من ناحية التصدير. تمثيل تجاري يعني سوق، احنا رايحين للأسواق. تمام. فده نمر واحد. أكيد مش بنصدر للسويد زي ما ممكن نصور نصدر للسنغال. فده اتعمل بحيث قعدنا إعادة الهيكلة بحيث انه يبقى التركيز متوافق مع استراتيجية الوزارة من ناحية التصدير. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما كانش فيه مقاييس للأداء. النهاردة هيتحط مقاييس للأداء. انا المقاييس للأداء بتاعتي مش كم عدد اجتماع عمله، مش ده اللي بيفرق معايا. مقاييس الأداء نمو الصادرات ومساعدة المصدرين اللي هنا. التمثيل التجاري هو موجود عشان يساعد المصدرين اللي هنا ويجد فرص استثمارية لمصر.
فده زي ما بنقول كي بي ايز او الهدف بتاعه، النقط القياس اللي بالنسبه هيبقى ده القياس اللي عليه. يعني حضرتك مش شايف انها في هذه المرحله انها في افضل احوالها، هي محتاجه انها يتم غربلتها ويتم اعاده هيكلتها تعمل. وده اتعمل بس يعني لسه بننفذه لانه مش يعني قصدي لم تكن قبل ذلك بتعمل بالشكل الامثل. هي كانت بتعمل بس كل حد ماشي في اتجاه مختلف. النهارده كله بيعمل سعيد صالح كل حاجه سليمه بس لوحدها ممكن. طيب حسين كامل، طبعا هي الناس بترجعنا لنفس الموضوع، انت عارف حضرتك هو واخد اهتمام الناس كتير قوي. هل حضرتك على درايه كامله مستوى دخل الناس؟ تطالب بافضل جوده للسلع المستورده. الناس بتعاني من دفع ثمن السلعه الرديئه، فلما تبقى السلعه ذات الجوده الناس مش هتقدر تدفع ثمنها. ده ما اعتقدش انه مظبوط 100%. هدي لك مثال صغير. كل حاجه مستورده حتى البدل اللي احنا لابسينها بدل مستورده. هدي لك مثال صغير. هل احذيه مثلا احنا السنه اللي فاتت يعني تصورك ان الواحد بيستعمل حذاء بيقعد معاه قد ايه؟ يعني المفروض يقعد سنه على الاقل. المفروض انه يقعد سنتين. المفروض. تمام. السنة اللي فاتت احنا استوردنا 135 مليون حذاء وصنعنا 45 مليون حذاء، يعني 180 مليون حذاء. احنا 90 مليون يعني جزمتين لكل مواطن. تمام. واحدة بني واحدة سودة. ممكن، بس معنى كده ان السنة الجاية مفيش بقى بني وسودة، يعني مش هنقعد بقى بني وسودة على طول. ما هو ده اللي انا بقوله، اللي فيه احيانا شيء ظاهره رخيص بس باطنه غالي، لان الجوده بتاعت هذه المنتجات غير ما بتعيش. بس تمام. هو النهارده هو عايز يجيب لابنه جزمه في العيد. تمام. عاشت بدل ما يجيب اثنين هيجيب واحده بس هتقعد معاه ثلاث سنين. هو بيجيب واحده وبالعافيه، والولد هيجي له في العيد اللي بعد منه عايز جزمه ثانيه. يا سيدي الفاضل، احنا عندنا تقاليد مصريه. هرجع تاني لنفس النقطه، انا مش همنع، انا عايز اتاكد ان هذه المصانع مصانع مش تحت السلم عندهم. مصانع بتعمل برودكت ذات جوده عشان المستهلك المصري ما يجي يدفع حاجه يدفع حاجه واخد الجوده بتاعتها. الكلام ده ممكن افهمه لو انا بقول احنا وقفنا. احنا ما وقفناش. تمام. طب خالد السرجاني بيقول حضرتك ازاي هنطبق هذا القرار رغم انه لغايه يوم الاربعاء اللي فات لم يتم فتح هذا السجل، والمديرين في الهيئه العامه على الصادرات والواردات لا يعرفون كيفية التنفيذ أو المستندات المطلوبة بالظبط، علما بأن المهلة الموضوعة بدأت بالفعل من 10 أيام وتنتهي بعد شهر ونص. هل هو جاهز؟ جاهز يا أستاذ خالد؟ لا يعني ما هو راح سأل هل هم جاهزين؟ هو مش هم هو يبقى جاهز، هل هم جاهزين؟ أنا قلت لك في حدود من 10 أيام لأسبوعين الوحدة أنشئت وهتبقى جاهزة بالسوفت وير بكل حاجة عشان تقدر تتواكب مع كل الكلام ده. لسنا شهر ونص. طب نبتدي نعد بقى بعد ده؟ يعني نبتدي نعد بعد ما تنشأ. خلي النظام يمشي. انا عارف ان التسجيل مش هياخد هذا الوقت كله لانه المصانع اللي بتصدر لاوروبا ولامريكا عارفه هذا النظام وكلها مسجله. الموضوع كله ممكن ياخد اسبوعين مش شهرين. محمد عثمان، احنا هنروح نفتش ونراقب المصانع في الدول المختلفه برضو. ده كلام ده احنا لو قدرنا نتابع مصانع مصر وظبطها نقدر نطلع منتج مش اقل من اي منتج في العالم. يعني خلينا ارد برضو عليك على النقطه دي. نمره واحد، الهدف ان احنا مش هنروح نفتش على كل مصنع في العالم، ده كلام غير منطقي. احنا بناخد الحق للتفتيش الفني وليس التفتيش قضائي او غيره، فاحنا بنروح في الحالات الكبيره، وعلى فكره احنا عملناها قبل كده في غاز بنسيج فدي ما هيش حاجه جديده. نمره اتنين، الدول بتفتش علينا. الايو فتش علينا في الزراعه، في البطاطس، في الرمان، وبيفتش بيشوف عندنا عماله اطفال ولا لا. تمام. روسيا عشان يعني تسمح لاي بلد تصدر منتجات البان لازم يجوا يفتشوا على المصانع. جم هنا وفتشوا، عملوا كواليفيكيشن لست مصانع من المصانع الالبان اللي موجوده هنا. امريكا لما بتيجي تاخد منتجات للجيش الامريكي بيجي يزوروا كل المصانع وبيعملوا لها تقييم عشان يقدر ياخد منها، فده ما هيش بدعه. وبعدين مش معنى كده ان احنا كل يوم هنروح لكل مصنع، لا، بس ده حق موجود يستخدم لما يكون في قضيه معينه محتاجه ان احنا نعمل الكلام ده.
طيب معالي الوزير، هحتاج من حضرتك كده بعض الردود التلغرافية عشان ما نطولش على حضرتك، لان في رسائل كثيرة جدا. محمد العرايشي: اكثر ما يتسبب في ضرب الاقتصاد هو السوق الموازي، ومصر بها كم كبير من مصانع تحت السلم. مظبوط، في جزء كبير جدا من هذا الاقتصاد، مش عايز اقول تحت السلم، بس بقول ان هو اقتصاد موازي مش معروف. ليه هو مش معروف او مش مسجل رسميا؟ حاجتين: نمرة واحد، مش شايف ايه اللي احنا نقدر ندفوله كدولة. نمرة اتنين، خايف انه يجي بنحط عليه ضرائب زيادة و احنا بنحاول دلوقتي. هو بيدفع اصلا يعني من تحت السلم برضه، ومن تحت الترابيزه بيدفع كتير، فهو مش هيتحرك من الغير رسمي الا الرسمي الا لما يشوف فيه ميزه، وانا مش هقدر اساعده الا لما اشوفه. يعني اقدر اعمل له تدريب، احنا النهارده كل التدريب اللي احنا بنحاول نعمله موجه الى الصناعات الصغيره والمتوسطه، واغلبها للصغيره، فلازم نقدر، محتاجين نوري له هذه الميزه، ومحتاجين نعمل له باكج او مجموعة من المحافظات. مجموعة من المحافظات اللي احنا بنتكلم فيها في المجموعة الاقتصادية، بحيث ازاي نقدر نحركهم من هنا لهنا. دكتور مجدي الشريف: الوزارة كلها عايزة اعادة تركيب البحوث ونقطة التجارة والتجارة الخارجية، غير المستشارين كلهم، حتى الموارد البشرية، نصيحة لوجه الله. شكرا. محمود عبد السلام: هو الصعيد والمناطق النائية ملهاش نصيب في الاستثمارات الصناعية ولا ايه؟ وخاصة محافظة الوادي الجديد اللي فيها اكبر احتياطي فوسفات ورمال بيضاء وصفراء يصنع منها الزجاج، طب نعمل ايه عشان نلفت نظر الدولة؟ الصعيد عامة لا، واخد طبعا اهتمام، وهقول لك يعني لسه حالا بقول لك احنا لسه طرحين النهاردة 5 مليون متر منطقة صناعية في المنيا. عملنا مفاوضات مع البنك الدولي في 500 مليون دولار موجهين الى سوهاج وقنا. هنعمل في حته اسمها الكوثر 2، مجموعه منطقه صناعيه هيكون فيها استثمارات. اسيوط اظن الكوثر دي في اسيوط. سوهاج. سوهاج فيها صناعات غازات صناعية وصناعات مختلفة، وبنعمل في طهطة غرب صناعات الأساس، ده في سوهاج. المنيا في برضو منطقتين، سوري إنا فيها منطقتين، واحدة فيها في نجح حمادي، واحدة في إنا. الوادي الجديد على الخريطة؟ ما هي بص، جزء من المشكلة اللي عندنا، ودي بدأنا نشتغل فيها، احنا محتاجين استراتيجية صناعية لمصر. استراتيجية، ودي فعلا بدأت عليها مجموعة. هذا ترتبط باستراتيجية الطرق كمان. بالطرق، بالميزة التنافسية لكل محافظة. بإيه الاحتياج اللي عندي في كل محافظة، سواء من مهارات أو من موارد طبيعية. بحيث أنت عايز تستثمر في البتروكيماويات، يبقى أنا هقول لك أدي الأوبشن هنا وهنا وهنا. ده مرتبط بمواني، بالطرق، بالمواد الخام اللي موجودة. عايز تستثمر في صناعات سيراميك، whatever، ايه هي الحاجات دي. ده اللي احنا بنحاول نعمله استراتيجية على مدار الخمس سنين جايين، اللي هتخدم الصناعة والاستثمار. احمد نبيل بيقول: خريطة واستراتيجية وزارة الصناعة في تسويق المشاريع القومية العملاقة ايه؟ اللي هي المشاريع اللي عندنا مثلا زي منطقة تنمية قناة السويس مثلا. منطقة محور قناة السويس طبعا دلوقتي اتعمل لها هيئة برئاسة الوزير أحمد درويش، وأنا ومعالي وزير الاستثمار جزء من مجلس الإدارة، فإحنا كلنا مجموعة متكاملة. هدفنا إزاي نحط القواعد الاستثمارية الخاص بهذا المحور. مثال صغير، انه انا مثلا كلفت بان انا بقود او بعمل كوردينيشن لصندوق تنميه ما بين الامارات وروسيا ومصر، وهنعمل ان شاء الله منطقه صناعيه في شرق بورسعيد. بنتكلم حاليا في ايه هي هذه الصناعات، في وفد منهم جاي في يناير، وفي اجتماع وزاري ان شاء الله في شرم الشيخ ما بين 1 ل 3 فبراير لمناقشة هذه المنطقة. فده يعني حضرتك بلد مثلا زي ألمانيا ما بتتعاملش معاها كألمانيا، بتروح لي يعني ولاية أو جزء أحيانا معها. بتبقى صناعة في الحالة اللي أنا قلت لك عليها دي، لأ، الإمارات كدولة وروسيا كدولة عملوا صندوق استثماري حقيقي إحنا دخلنا فيه،
هم داخلين بجزء دولاري، البنوك المصرية دخلت بجزء المصري. الهدف ان احنا نعمل هذه المنطقة الصناعية. بنتكلم على ايه هي انواع الصناعات اللي هتتحط في هذه المنطقة. نعم. إبراهيم القاضي، في مصانع موجودة في العاشر بتصنع بأجود الخامات المصرية القطن وبتسوق في دول الخليج وممنوع تسويقها في مصر، لدرجة ان العامل في المصنع بيتفتش وهو خارج. الصناعة عندنا عايزة رقابة من حديد من غرفة صناعة ووزارة ووزارة والعاملين بهذه الوزارة. ازاي يعني ما يقدرش يسوق في مصر؟ يعني هو واضح ان سياسة المصنع انا مش عايز يسوق في مصر، هو بيصدر بس. يعني منطقة حرة ممكن، هو حر يعني، هو لا يعني ده ممكن يكون منطقة حرة في العاشر، في منطقة حرة، منطقة خاصة، في بتبقى مناطق خاصة. نعم. انا طبعا مش عارف المصنع ده بالذات يعني، بس احمد بدر اشكرك وتحياته لحضرتك. وبيقول لحضرتك لماذا لا يتم منع استيراد السلع المستفزة الاستهلاكية لتوفير الدولار؟ خليه بقى هو يتكلم الكام واحد الاولانيين اللي عندهم مشكلة ويحلوا المشكلة مع بعض. من يقيم اداء الشركات القابضة ويقيمه؟ دي اماني صالح وزارة الاستثمار. صابر المهدي، عايز تمنع الاستيراد وتقلله يبقى لازم نزود المصانع ونكتفي محليا اولا، ويكون السعر منافس للمستورد، وبعد كده المنتج المصري هو اللي هيملي السوق ويملى السوق ويوقف الاستدراج تدريجيا. موافق. وبعدين يعني عشان بس نبقى برضو نرجع شوية للنقطة دي، ما ينفعش نوقف الاستيراد. لا هو للاتفاقيات الدولية تتيح لنا هذا الكلام، ولا حتى اتفاقيات ولا حتى منطق السوق الحر انه يتيح لنا هذا الكلام. فبالعكس وجود المستورد ومنافس ليه من من المنتج المصري هيساعد في تقليل التكلفة وتحسين الجودة. نعم. فيعني برجع تاني بقول الهدف مش منع الاستيراد، الهدف هو ترشيد رفع جودة ما هو موجود في المنتج. علاء متولي، جاري تقسيم وبيع أرض مصنع تجفيف البصل بسوهاج بدلا من تنميته والمحافظة على هذه الصناعة المؤهلة للتصدير. مش عارف ده برضو مصنع تابع للدولة ولا ايه. مش عارف. ممكن محمود مجداوي، هل في إجراءات هتتخذها الوزارة لتخفيف من مشاكل توافر العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد القطاع الصناعي الجاد والمحترم؟ البيضة ولا الفرخ؟ بمعنى احنا عندنا عجز في الميزان التجاري. الميزان التجاري، عجز الميزان التجاري هو الفرق ما بين الاستيراد اللي عمال بيزيد والتصدير اللي هو نزل شوية لأسباب اتكلمنا عليه. كل ما بنقلل هذه الجاب كل ما هيساعدنا في وجود هذا العملة الصعبة. زائد لما نيجي نبص العملة الصعبة هي مش حاجة واحدة، ما هوش ميزان تجاري فقط، ده تحويلات العاملين من الخارج، السياحة والاستثمار، كلها طبعا معادلة، كلها معادلة واحدة. بس انا قصدي يعني النهاردة هل حضرتك مثلا كوزارة للصناعة بتكلم البنوك تقول هذه قائمة بالمستثمرين الجادين اللي هم لما بيطلبوا يستوردوا بيكونوا فعلا بيطلبوا سلع وسيطة تستخدم في الانتاج المحلي اللي اما يصدر او يستخدم محليا؟ تم هذا الكلام بالحرف ومع البنك المركزي ومع البنوك وفي تقبل تام. وبعدين مش في تقبل بس، يعني اغلب الصناع حسوا بانفراجة كبيرة. يعني في خلال الفترة اللي فاتت اكتر من 4-5 مليار دولار اتدفعت كاعتمادات لتسهيل كل المواد الخام ان هي تخش. فبالعكس الهدف كله مساندة الصناع، والبنك المركزي مؤيد ومساند تماما لهذا الاتجاه. طيب سؤال الأخير، أماني بتقول هل ممكن وزارة الصناعة تقدم قانون يرد نسبة ضرائب للصناعة اللي بتستثمر في الانوفيشن أو الابتكار لتشجيع الصناعة وما يستثمروا في الإبداع؟ ممكن. احنا عندنا طبعا مركز للابتكار والإبداع بنساعد فيه، وبيبقى فيه بعض التمويل الخارجي اللي بنساعد فيه. بس يمكن الهدف في خلال الفترة دي مركز اكتر على الميزان التجاري وعلى زيادة الصادرات اكتر من دي، لكن اكيد لما يتزن شوية الميزان التجاري 100% دي هي حاجة من المناطق اللي احنا محتاجين نركز عليها. معلش رسالة تانية من عصام الطحان، بيقول بالنسبة للادوات المنزلية بيتم عرضها وتحليلها من قبل هيئة الصادرات والواردات، ايه الداعي من كل هذه الطلبات علما ان المستورد بيقدم اليورو
واليورو 1 وشهادة المنشأ. طالما إنتاج المصنع مطابق للمواصفات العالمية والمصرية بيتم تحليل المنتج من قبل الصادرات والواردات، يعني المنتج بيتم تحليله وبيتشاف إذا كان مطابق ولا لأ ليه، بناخد إجراءات. لو عنده هذه الشهادات يبقى عنده تقريبا 50% أو 60% من هذا الكلام، ال 40% حاجة بسيطة جدا. زي ما بقول لك احنا الهدف اللي احنا عايزين نروح له في الآخر هو رقابة على الأسواق وليس رقابة على المنافس. فهي خطوة خطوة. طب برضو أحمد بيومي، هل التسجيل للمنتج للمنتج يمكن أن يستورد به أي مستورد لنفس المنتج طالما أنه مسجل بالبوابة الرئيسية؟ يعني بمعنى أن أنا النهاردة مصنع أنا سجلت مصنع إكس من الصين كويس، وهذا المصنع أصبح مسجلا على البوابة، هل كل واحد هيستورد من هذا المصنع؟ لا. لازم يجيب الشهادة؟ لا. إيه اللي هيحصل بقى؟ هو تسجيل مرة واحدة للمصنع. أنا سجلته غيري هيستفيد منه؟ هل أنا لما هسجله هدفع رسوم؟ لا، حاجات بسيطة يعني ولا حاجة تقريبا. طيب يعني دي بنقول إنها بعض الحاجات اللي يمكن مفسرة للكثير من الأمور. ممكن المصنع بيسجل مرة واحدة لا يعاد تسجيله مرة تانية من قبل مستورد آخر. يعني في كان سؤال برضو أثير على هل هذا القرار متوافق مع الاتفاقات الدولية؟ متوافق. أنا متهيألي متوافق مع الجات، لأن بالزبط. أمريكا بتعمل أكتر ما هو من كده في الجات وأوروبا يعني. العكس، ده في بعض الحاجات اللي في الاتفاقات الدولية بتحسنها بالذات بالنسبة للملكية الفكرية. يعني احنا النهاردة كمية الحاجات المزورة بأسامي مختلفة، يعني زمان لما كنت بتلاقي الناس معاها ساعات مقلدة رولكس مثلا كانت بتبيعها كتهريب على الرصيف، النهاردة بعض الساعات دي رولكس مزورة بتتباع في المحلات. بس هي موجودة في الإمارات برضه في المحلات. مش محلات؟ لا. أنت النهاردة لو داخل معاك لابس ساعة رولكس مزورة وداخل في المطار في سويسرا ممكن يتقبض عليك. فعلا؟ طبعا. ده طبعا هم بيطبقوا ده بس على الساعات والشوكولاته. لا، مفيش شوكولاته مزوره بس يعني. طيب برضو سيد حافظ، ما راي الوزير في تطبيق قرارات الهيئه العامه للواردات باثر رجعي مخالفا بذلك القوانين والدستور؟ ايه هو القرار اللي طبق باثر رجعي؟ مش عارف، بس هل في قرارات للهيئه العامه للواردات طبقت باثر رجعي؟ هل لو طبقت باثر رجعي اي من هذه القرارات من حقه ان يشكو؟ طبعا، يعني مفيش قرار يطلع وطبقه باثر رجعي. لو في حاجه زي كده طبعا يقول لنا. طب اسال سؤال اخير، هل النهارده بابك مفتوح للشكاوى؟ النهارده الناس مصنعين الكبار عارفين باب حضرتك فين، الصغار والمتوسطين يروحوا لمين، الجمهور يروح لمين، المستوردين المتوسطين والصغيرين يروحوا لمين؟ هل من الممكن يبقى عندك اجتماعات شهريه حتى مع كل فئه منهم، اجتماع واحد شهري؟ من اللي انت قلته ده يبقى ممكن اقعد كده ومش هشتغل اي حاجه. بس انا عندي لا، انا عندي ايه، عندي هيئات عديده ممثله فيها هذه الانظمه. يعني في اتحاد الصناعات داخل فيه الصناعات الصغيره والمتوسطه، وفي غرف، في 16 غرفه ممثله لكل الصناعات. فالمشاكل دي عاده بتبقى موجوده عند كل الناس دول، وده انا بجتمع بيهم بشكل دوري. اتحاد الغرف التجاريه، غرف التجاريه بيسمع وبتقعد مع الاستاذ احمد الوكيل وده بتسمع منه شكاوى الناس الصغيرين طبعا لما عنده مشاكل بنتكلم فيها، الحاجات اللي بنقدر نحلها بنحلها، وممكن في حاجات بنختلف فيها، لكن اتحاد الغرف التجاريه هو الكيان القانوني لكل تجار مصر، زي اتحاد الصناعات المصريه هو الكيان القانوني لكل صناعات مصر. وطبعا لو في اي حد تاني ما هوش مشترك في الكيانين عايز بيشتكي بيبعت لي اي شكوى على مكتبي انا ببص فيه. ممكن الم شويه شكاوي واجي لحضرتك مكتبك عشان تنوع. انا يعني انا عارف ان انا عطلت حضرتك كتير. لا لا لا، بالعكس، سهرينك وما زالت الرسائل عماله بتيجي وما زالت تقترب من الموضوع، وبعضها يمكن يكون بسبب اسلوبه الحاد قوي بيتكلم في نفس الموضوع مش عايزين نقوله. لكن هل تسمح لي حضرتك اخد كل هذا الملف واجي لحضرتك وأوعد مشاهدينا إننا هننقل كل الصورة كاملة لحضرتك فيما لم نقرأه من مراسلات. أهلا وسهلا. طبعا أشكرك معالي الوزير وعلى ساعة صدرك، وبشكرك على دعوتك ليا ولمشاهديني إننا نكون ضيوفك من خلالي في المكتب إن شاء الله. أهلا وسهلا. ننقل صوتهم لحضرتك.
وبالتوفيق بإذن الله. شكرا شكرا. بشكر معالي وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قبيل، زي ما قلت في بداية اللقاء، رجل محترم في هذا المنصب الهام، هو بالفعل رجل محترم في هذا المنصب الهام. لابد نحط في اعتبارنا شوية حاجات وإحنا بنتكلم عن المسؤول. المسؤول لن يستطيع أن يرضي الجميع. في المقام الأول يجب عليه أن يرضي ضميره الشخصي وضميره المهني. هناك عواقب لكل قرار، بيكون في ضحايا لكل قرار، ضحايا فعليين من الممكن اننا نحاول، وده اللي انا بطلبه من حضراتكم انكم تبعتوا لنا نحاول ان احنا ندعمهم، وبعض الناس التانية بتحاول انها تكون تركب هذه الموجة. فخلي الناس الحقيقية اللي عندها مشكلة حقيقية تتواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك، هننقل باقي شكواكم لمعالي الوزير نتكلم فيها معاه، نعود بلقاء معاه هنا في القاهرة 360، أو نعود إحنا بالردود على حضراتكم مرة تانية. كل الشكر لمعالي وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل. نروح لفاصل ونرجع نستكمل مع حضراتكم.